السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى بمناسبة الانتخابات الرئاسية الروسية واللي خلصت، كانوا 3 أيام اللي هما الجمعة والسبت والحد 15 16 و17 مارس. فدي مناسبة في ناس كتيرة من الروس بيعتبروه عيد، ايوه عيد، ومش لدرجة انهم يرقصوا قدام اللجان مثلا ويشغلوا اغاني معينة وحاجة احتفالية وتسلم الايادي والجو ده، لا، ونادي على الصعيدي، يعني ما فيش هو اخوك الاسكندراني والبورسعيدي، يعني الجو ده مش موجود، بس في حاجه شبهه. عارفين ان في ناس من العاشوا ايام الاتحاد السوفيتي القدام شويه، واولادهم او جزء من اولادهم او جزء من الجيل، يعني اللي هو اولادهم اللي هو عندهم دلوقتي 30 سنه فوق ال 30 حاجه كده. المهم الناس دي في جزء كبير منهم فاكر انك انت لو ما انتخبتش الحكومة هتحطك في ال تشورني سبيسك، في البلاك ليست، هيتحط عليك ما انتخبتش. اضف الى ذلك في ناس بتقولك لو ما رحتش وانتخبت بوتين هتبقى مشكلة كبيرة ليا وهيحطوا عليا اكتر. ففي ناس اصلا ما بتروحش تنتخب يقولك لسببين، اولا مش هيغير حاجة، النتيجة معروفة مسبقا، بوتين هو اللي هيكسب. الحاجة التانية يقولك افرض رحت وانتخبت حد تاني، وقال لك واكيد هيعرفوا. ففي ناس فكرها لحد النهارده ان ده واجب لازم تعمله، متربيين على كده، والا هيبقى شكلك وحش. وحتى اما حد يسال تاني رحت انتخبت يقول له اه هروح بكره وبتاع، كانه عيبه وما يصحش. ففي ناس بتبقى في وقت الانتخابات ده في حاله رهبه كده غير مبرره، او في حاله خاصه، يعني مش رهبه، ممكن ميكس كده ما بين احاسيس مختلفه. في ناس برضو في مناسبات زي الاعياد بقى قوميه، في مناسبات كنسيه مثلا، مش بس لازم الاعياد بتاعت اي حاجه تانية، بيبقى في طقوس معينه بيعملها بعض الروس المتدينين، زي النزول في المايه بقى للتطهر من الاخطاء والحاجات دي، المايه البارده في الشتاء، في شويه حاجات كده طقوس. بيشربوا مثلا حاجه، لان انتوا عارفين في العقيده المسيحيه الخبز والنبيذ هما في العقيده المسيحيه هو لحم اليسوع ودمه. فمش عارف يعني اذا كنت بتعبد حد او بتقدس حد، فازاي بترضى انك انت تاكل لحمه وتشرب من دمه. المهم يعني هم بيقولوا يعني ان دي حاجه مقدسه، يعني بيتعاطوها. المهم ده المبدا يعني اللي موجود، اللي مش مهم ان انا افهمه لان مش عاقبتي. فيجي حد متجوز مثلا من واحده روسيه وبتحب العقيده دي جدا، او مش بتحب يعني متعود عليها، وتقول له لا لازم تاكل من العيش واشرب عصير كانه نبيذ، يعني انا تقول له انا هشرب نبيذ وانت اشرب عصير كركديه، فيعمل زيها ويتصور قدام الناس وبتاع. فهو من الرهبه بتاعه المناسبه والاجواء والناس حواليه مضطر يعمل زيهم. مضطر؟ لا هو مش مضطر، بس اضطر نفسه. وهي دي حلقه النهارده، الجزئيه اللي انا بركز عليها، عبيد العيد. عيد مناسبه، هو عبد للمناسبة، للمفاجأة اللي هو مش محضر لها، فعشان كده عامل الحلقة دي عشان تحضر لها، عشان ما تضطرش ان انت تعمل حاجة مش بتاعتك، مش متعود عليها، غلط، هتاخد عليها ذنوب، واحيانا ذنبها يرقى الى الكبائر وممكن يرقى الى الشرك والكفر والعياذ بالله. فكلامي في دي الحلقة الثامنة من الحلقات الذهبية في سوق العبيد في شهر رمضان المعظم الكريم،
عايز اقول لك ان في ناس كتير عاقله قوي وصغيره في السن قوي في روسيا هنا من الطلبه عنده 17 18 سنه بس موسوعه، يقول لك في المناسبه الفلانيه بيعملوا كذا وبتاع ده، هو حضر نفسه يقول لك فانا هروح واكل بس وامشي، برضو المناسبه الفلانيه هيعملوا وبتاع وهيعملوا هيصه وموسيقى ورقص فبرضو هروح اسلم على اصحابي وبعد كده اقول لهم ده انا عليا امتحان بكره واخلع فقبل الهيصه ما تبتدي. فعنده ذكاء اجتماعي هيعمل كل حاجه من غير ما يعمل ولا حاجه، يعني هيعمل الواجب، هيسلم على الناس، هيقابل الناس، هيشارك الناس، ولكن دون ان يعمل عمل الناس، دون ان يقع في المعاصي، دون ان يقع في المحرمات. الشخص ده اتوقع انه هيبقى لو هيعيش بعد ما يخلص جامعه، لو هيعيش في روسيا ده هيكون في مكان محترم جدا في البلد دي بعد 20 سنه. الكلمه دي خدوها مني، الشخص اللي بالطريقه دي، لانه بيعرف يكسب الناس ومفيش حد ما بيحبوش تقريبا مفيش حد بيكرهه الا اللي غيران منه يعني، او بعيد عنه ومش عارف يوصل له او مش عارف يوصل للي هو عمله، وغالبا هيكون من بني جلدته. المهم اثناء العيد انت ممكن يسلب منك حاجات من عقيدتك، زي مثلا يعني كنت اقول لكم ايه، عند الصدمه او عند الخضه، لما حد يخضك ما تاخدش قرارات عند الصدمه، اهم حاجه اهتم بحاجتك الشخصيه واملاكك، وبص حواليك مين قريب ليا في حاله الخضه، عشان القريب ليك ممكن مش جاي يواسيك، ده جاي يسرقك. لان في حاله الصدمه او الخضه او المفاجاه الغير متوقعه، ما هي مدام مفاجاه تبقى غير متوقعه، ممكن يسلب منك حاجات كتير وانت مش مركز، متنح كده ايه ده، فتلاقي ايه، يخلوك تشتري حاجه غاليه جدا، تدفع من فلوسك مبلغ كبير جدا في مطعم اكله مش قد كده وثمنه قد كده، تلاقي نفسك اتورطت في شغلانه، في بيزنس، في تجاره انت مش قدها، انت مش بتاعتك، انت مش عايزها، بس في وقت الخضه وقت الاحراج اخدت قرار وقلت لهم اه ماشي موافق. برضو اول ما بتاخد الجنسيه الروسيه وفرحان بالباسبور وكل حته تروح تطلع لهم الباسبور، فللاسف في ناس كتير بيقعوا في مشاكل كبيره جدا اول ما بياخد الجنسيه الروسيه. ليه؟ بيروح البنك عشان يغير بياناته، بيعرضوا عليه قرض وهو مش فاهم بيتكلموا في ايه، فكذا ده عمالين يقولوا له في حاجات هو ايوه ايوه ايوه، يلبس بقى كريدت كارد قرض مش عارف ايه، شويه حاجات كده هو مش محتاجها وبدات رسومها تنزل عليه، هو لسه ما استخدمهاش ومش عايزها، وقال له انا ما اعرفش ان الحاجات دي كذا، وعايز تامين على مش عارف ايه، عايز تاخد ولا عندي تامين ولا عايز تامين ولا مش عارف. فيلاقي نفسه هو انا قلت كنت فين يا لما قلت لا. فدي لحظات يعني بالنسبه لك عيد ان انت خدت الجنسيه الروسيه، بس العيديه انت اللي دفعتها من حسابك. كمان اخر نقطه، اما الواحد برضو بيتجوز واحده روسيه وبياخد الاقامه المؤقته ولسه جديد بقى في البلد، حاجات كتير بتحس بقى ايه، ان اللغه مش حاجز، ده انا بتكلم روسي بسيط بس الناس فهماني وعارف اعمل حاجات واجراءات، برضو بتخونك حاله العيد اللي انت عايش فيه والحياه الجميله الجديده اللي عليك دي، وتلاقي نفسك لبست في حاجات، واحيانا مراتك ما بتبقاش على قدر اويرنس قوي بالموضوع، لان هي مواطنه ما هياش اجنبيه، ما تعرفش الاجانب اللي بياخدوا الاقامه المؤقته جديده ولسه جايين على البلد ممكن يواجهوا ايه، ممكن يواجهوا ناس عامله ازاي. ففي ناس كتير يقول لك روسيا، ناس من الروس يقول لك روسيا ناسها جميله ما بينصبوش مش حراميه ما فيش الكلام ده خالص، لانهم عايشين في حته كده روقان وغلابه فما حدش هيطمع فيهم في اي حاجه. لكن اللي واخد الجنسيه او لسه جاي البلد جديد بيلبس كويس وبتاعه شكله بقى ايه وبيصشر شعره
فالناس تقول لك ده غني، ده مريش، ده شيخ عربي، تعال ننصب عليه، تعال اعمل لك اقامه دايما، تعال اعمل لك الجنسيه من غير حاجه. فهو يقول لك واي نوت، تعال تعال اجيب لك شهاده من غير ما تدرس، تعال اعمل لك كذا، تعال اجوزك على الورق. حاجات كتير من دي، ويروح معاهم ويدفع مقدم، ممكن ما ياخدش خدمه. ف مراته ما تبقاش عارفه ان البلد فيها الناس دي. من الحاجات المضحكه ان واحد مره دخل على مراته قال لها مش عارف معايا سامسونج اس 22 ولا حاجه كده، قال لها واشتريته ب 300 دولار بس. فطبعا قالت له وريهولي كده، العلبه بس هي المعموله اصلي مضروبه برضه، والتليفون صيني مضروب، ما ولا ليه علاقه بالسامسونج خالص. فبتقول له اشتريته منين؟ قال لها ده وانا خارج من الجيم، كان في شاب كده تقي مسلم شكله شيشاني، وقال لي برات براتان ومش عارف ايه، مزنوق وعايز فلوس. انا قلت اساعده، والتليفون حلو وجديد وما اتلمسش، قلت بقى ايه يعني. هو طبعا ما بيفهمش لا في السامسونج ولا بتاع، فاشترى ولبس وحتى بعد ما اشتروا بيستخدمه مش واخد باله ان ده مش سامسونج، ومش ومضروب عيني عينك يعني، حتى مش مضروب حلو، كوبي حلوه، لا كوبي تعبان، ودفع فيه 300 دولار. فمراته قالت له بص، جابت له بقى على السايت على الانترنت، قالت له التليفون ده بيتجاب من الصين بسعر كذا، اللي هو حاجه كده 90 دولار ولا حاجه. فطبعا قعد وتقريبا ديكوره ما اعرفش، فحاجه تعبانه. فقالت له يعني هو كده ايه، واخد منك 210 دولار مكسب، قال بالاضافه انه مستعمل يعني اتفتح يعني. فيا اخويا يا اخواتي يا كرام، في هذه الحلقه الثامنه من سوق العبيد، لا تكن عبدا للمفاجآت، لا تكن عبدا للاعياد، لا تكن عبدا للنصابين والحراميه واللي مش لاقيين حد يسرقوهم، ما بيلاقوش غير العبد لله الغلبان اللي لسه جاي البلد جديد. فمش هقول لك حرص ولا تخون ومش عارف ايه الكلام الاستنباط ده، لكن هقول لك الاعمق من كده، اتعامل مع كل الناس، ولكن قبل ما تاكل حاجه، قبل ما تروح مكان، اسال المكان ده ايه، وهناكل ايه، وهنشرب ايه، والناس اللي قاعدين معانا هيعملوا ايه، والحفله دي هدفها ايه، او اللي هيتعمل فيها ايه. فيقول لك ده رقص وشرب، شكرا مش جاي. يا ده اصل ما بتحصل مره في السنه وبتاع، شكرا مش جاي. اصل هيقولوا عليك وبتاع ده، شكرا مش جاي. خلصنا. هو انا بقيت اهاليكوا عشان يتحسب عليا عيبه ولا حاجه؟ ده انا قاعد ادرس كام سنه وماشي، لو انا طالب يعني، وممكن اكون معايا الجنسيه او مخطط تاخد الجنسيه الروسيه واعيش في روسيا، ولكن هعيش في مدينه تانية بعدين يعني، مش هتشوفوني خالص ولا هتفرق معايا انتوا شايفيني ازاي. وممكن مكان العمل اللي بشتغل فيه ده اغيره بعد كام شهر. الحاجات برضو اخر حاجه هقولها برضو، واحد كان عارفين في حاجه كده احتفال سنوي بيعملوا شركات كتيره في روسيا، بالذات الشركات الصغيره والكبيره، كله بيعمل اللي هو الكوربوراتيف، اللي هو اجتماع سنوي وحفله وبيشرب، وهي بيبقى الشرب يعني الخمور والكحوليات والمسكرات. فواحد قعد في يعني شغال في الشركه بقاله 3 سنين، فقال ولا مره رحت علشان الشرب والحاجات دي، راجل بيتقي الله. فجه السنه الثالثه وقال لك اروح بقى عشان ضاغطين عليا، ويقول لك عيب بقى ولا مره جيت عشان نتصور يا راجل مع بعض وبتاع، واحد اغواه يعني. فبيقولوا الاغواني ده للاسف مسلم، وبيروح وبيشرب، وهو مش متدين بس مسمي نفسه مسلم. فقال اغواني، وقال لي مش هنعمل حاجه، اتصور وامشي او كل وامشي اي حاجه كده، اقعد مع الناس وبتاع. قال له ماشي، اقعد شويه وامشي. فالمهم راح وعمل فعلا زي كده. فالراجل قال له في هات له كوكتيل لموناتا. فقال له ايه ده طعمه ده فيه غازات وبتاع. قال له ايه ده صودا؟ فيه صودا. طب هات له عصير تاني. فجاب له عصير تاني، قال له فيه صودا برضو مش لموناتا ده خالص، ومزرق، قال لي مشروع مزرق. فالمهم ايه، ده كان فيه كحوليات، وصاحبه عارف وسابه يلبس كده. فشرب، فيقول حسيت دماغي مش مركزه كده وبتاع، فقلت له امشي بقى وبتاع. فالمهم تاني يوم عرف بقى ان قالوا له ما اللي شربته ده كان كذا،
ايه شربني كحوليات وبتاع. فقال له عادي ده كحول بيبقى بسيط بيحطوا حاجه بسيطه. المهم عرف، وبعدها بشهر اقلوه من الشركه. قال عقاب ربنا وصل سريع جدا. فقال اخطات ان انا وافقت فشربت المحرمات فترفدت من الشغل فصل. بيقول ما لقيتش شغل بعدها قال لحد يمكن 8 شهور على ما لقى وظيفة تانية. ودي كان آخر مثال في عبيد العيد. قلت لك ازاي تبقى مش عبد للناس اللي زي دي، او للحالات اللي زي دي، او المواقف اللي زي دي. خلصت الحلقة، اشوفكم على خير بحفظ الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم، امان.